للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. أهلا بك سعادة السفير، ما هي أهمية عقد هذه الدورة في هذا التوقيت الحرج الذي يعاني منه الشرق الأوسط تحديدا والعالم في ترضي لأوضاع حقوق الإنسان، وما الذي يمكن أن يخرج به من نتائج؟ نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا الدورة 55 هي الدورة العادية التي تعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي دورة تستعرض كل الانتهاكات للدول وفقا للترتبية ووفقا للبرنامج لكل دولة. وطبعا ليست كل الدول معنية بهذه الجلسة 55، وهناك بعض الدول يتم استعراض ملفها الحقوقي، ولكن أهمية هذه الدورة أنها تأتي في ظل انتهاكات صارخة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أعتقد بأنه هذه الدورة ستكون يعني على المحك لبعض الدول التي ستقارب هذه المسائل الحقوقية وفقا للمعطيات القانونية وليس وفقا للمعطيات السياسية، ولكن الافتتاحية ستكون للمشاركين في الجلسة على المستوى العالي، أي الذي سيشارك فيها وزراء الخارجية لمدة أسبوع، سيكون هناك كلمات لعدد من الوزراء، وبالتالي بعد انتهاء الجلسة العليا سيتم الانقضاض في الأسبوع القادم الذي يليه من أجل الولوج إلى تفاصيل هذه الانتهاكات التي يعني هي ضمن الملفات التي يجب أن يتم دراستها. نعم، ذكرت نقطة مهمة سعادة السفير، وفكرة أن هذه الدورة على المحك، لأنه ربما كانت هناك بعض البيانات التي كانت تخرج من المجلس تجاه حقوق الإنسان وأيضا حقوق الحيوان وغيرها من حقوق مختلفة على مستويات عدة، لكن الموقف الآن أصبح صعبا لأن هناك حرب على قطاع غزة راح ضحيتها ما يقرب من 30,000 شهيد، وهناك ما يقرب من 70 جريح. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها من قبل المجلس التابع للأمم المتحدة من أجل وقف هذه الانتهاكات بحق قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية المحتلة؟ يعني أنا أرى بأنه ضمن هذه الجلسات سيتم استعراض بشكل عام لمجمل القضايا والانتهاكات الحاصلة في مجمل الدول التي تعاني من النقاط الساخنة، ولكن لا أعتقد أنه سيتم الولوج إلى تفاصيل مثلا لبعض الدول مثل فلسطين أو غيرها، لأنها ليست مدرجة بالتفصيل التي يمكن أن تكون مثلها مثل بقية الدول المدرجة مسبقا، لأن هناك جدول كما قلت لك، وهذا الأمر سيكون يعني تطرق له من ضمن العناوين الكبرى. ولكن أعتقد بأنه تزامن هذه الجلسة مع اختتام أنشطة محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوة المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعتقد سيكون له وطأة ضمن هذه الجلسات، وبالتالي لابد أن تعكس على الأجواء العامة التي تحصل. وأعتقد أنه اليوم عدد من الدول الوزراء عدد من وزراء الخارجية الدول مثل الوزير المصري الأستاذ شكري سامح شكري أعتقد سيتطرق إلى هذه القضايا، سيما أن هناك أيضا ندوات جانبية مثل التسلح النووي وغيره من القضايا المتعلقة بالحروب والمعارك والتي اليوم تستفيد منها إسرائيل من أجل الانقضاض على الحقوق الفلسطينية. لذلك أعتقد بأنه وطأة الأجواء العامة والمقررات التي ستخرج منها محكمة العدل الدولية سيكون لها تأثير بشكل مباشر. نعم، خرجت بعض البيانات من أطباء بلا حدود تتحدث عن استهداف جيش الاحتلال للمراكز والمستشفيات في قطاع غزة، هناك أيضا دعوات من منظمات تابعة للأمم المتحدة تتحدث عن أن قطاع غزة أصبح على الهاوية على شفا الهاوية نتيجة لترضي الأوضاع الإنسانية. أنتم كبعثة لمجلس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ما هي تحركاتكم في هذا الشأن؟
نحن بدأنا هذه التحركات من أجل تأمين الأجواء القانونية وتسهيل المهام، وأعتقد بأنه أيضا ما ستقوم به إسرائيل غدا هي تقديم تعهداتها للالتزام بالمقررات التي خرجت بها محكمة العدل الدولية في 26 من شهر يناير الماضي، وهذا الالتزام نحن سنبني عليه وسنراقب هذه الإجراءات التي ستلتزم بها إسرائيل من أجل فتح المعابر للمواد الإنسانية وللمساعدات الإنسانية التي هي من ضمن وصلب عمل وقضايا ومعطيات محكمة العدل الدولية. لذلك أنا باعتقادي أن هناك حلحلة في هذا الإطار سنشهده في الأيام المقبلة، لأن مقررات المحكمة ستكون صارمة وستكون قاسية على الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يعني هو ترك هذا الأمر لآخر يوم من الاستجوابات أو من سماع إذا أردت هيئة المحكمة العدل الدولية إلى عدد كبير من الدول، وحتى تبدي التزامها في نهاية هذا اليوم، وهذا ما نتمناه ونرجوه، ونتمنى أن يكون هناك جدية في الورقة الإسرائيلية تجاه هذه القضية، لأننا نعتاد واعتدنا على عدم التزام الكيان حتى لو كان هناك التزامات حقيقية. في هذه النقطة لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل على دوركم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل، ليس فقط على مستوى هذه الحرب وإنما على مدار العقود الماضية، وكيف يمكن الاعتماد عليها من قبل محكمة العدل الدولية أولا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، أو الأخرى التي طالبت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة أن تقدم رأيا استشاريا فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ نحن يعني نتابع هذه القضية وهذه الملفات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة منذ يعني سنين وليس منذ الآن، ونحن موجودون في داخل مجموعات العمل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذا الأمر نحن أبديناه من خلال التوثيق ومن خلال المعطيات ومن خلال المقاربة القانونية وفقا للقوانين الدولية والبروتوكولات المعمول بهذا الشأن، ولكن أيضا متابعتنا هي أيضا في الشق الميداني حيث لدينا المتطوعون الذين أيضا يتابعون مسار إدخال المساعدات ومسار توزيع هذه المساعدات وكيفية توزيعها، وما إذا كانت هناك إذا كان هناك عدل في هذا الأمر أم لا، وما إذا كانت إسرائيل يعني تقوم بعرقلة بعد إدخال هذه المساعدات من خلال المعابر، لأنه إدخال المساعدات يجب أن يتم متابعتها حتى النهاية، أي الوصول إلى أماكن التوزيع، وهناك أيضا نتابع هذه القضية بدقة. نعم، هناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالمساعدات وتوزيع وأيضا تقديم الخدمات بشكل مختلف. الأونروا وعلي الرئيساني المسؤول عن المنظمة قال بأننا على وشك الانهيار في الأول من مارس ولن نستطيع تقديم أي مساعدات سواء في قطاع غزة أو في الضفة أو حتى المخيمات التي تؤوي آلاف النازحين من الفلسطينيين. برأيك قالت إسرائيل بأنها ستوفر منظمات أخرى للقيام بهذه المهمة، رأيك في هذه النقطة تحديدا ما الذي يمكن أن يترتب عليه من أوضاع نتيجة لوقف عمليات الأونروا التي تعمل في الأراضي الفلسطينية أو حتى خارجها لمساعدة النازحين؟ نعم، أعتقد أنه الجميع سمع مداخلة السيد لازاريني مدير الأونروا في مجلس الأمن والتفصيلات التي تقدم بها لجهة عدم توفير الأموال والمساعدات والمعطيات المتعددة التي تتعلق بهذه المسألة، وإذا كانت صرخة الأونروا اليوم عالية هي نتيجة عدم التزام بعض الدول بالشق المالي للأونروا، وأعتقد أن هذا الأمر أيضا سيتم المضي فيه لبعض الوقت، وبخصوص ما تقدمت به إسرائيل أنها ستوفر منظمات أخرى، طبعا هذا كله من أجل الالتفاف على الأونروا وإنهاء دور الأونروا، وإذا ما كان هناك من منظمات أخرى فما المشكلة أن تتعاون مع
الأونروا بهذا الشأن وتكون يعني جزء من الإشراف على هذه المساعدات حتى يستكين الكيان الإسرائيلي إذا كان هذا هو الهاجس أن هذه المساعدات لا تصل إلى أصحابها وإنما يتم سلبها كما يقولون من قبل المنظمات المعنية يعني في المقاومة في غزة. لذلك هذه المنظمات يمكنها أن تنسق مع الأونروا، ولكن الالتفاف على عمل الأونروا أعتقد هذا اليوم بات من الصعب الولوج إليه، لأن هناك بعض الدول بدأت تتراجع في هذا الشأن وهي ترسل المخصصات المالية الموجبة عليها للأونروا، ولكن هذا ليس كافي. نعم هناك المزيد يجب أن يتم العمل عليه، وهنا أعتقد بأن هذه المشكلة يعني حلها سيأخذ بعض الوقت. نعم، فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، هناك تحذيرات دولية من استمرار جيش الاحتلال لاستهداف القطاع الصحي. المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة قال بأن لم يعد سوى لثلاثة مستشفيات فقط تعمل في جنوب قطاع غزة، وهي المكان الأكثر اكتظاظا في العالم، نتيجة لأنه يؤوي ما يقرب من 1.5 مليون نازح من الفلسطينيين. هناك أيضا استهداف لهذه المستشفيات، برأيك في أي وضع تحت القانون الدولي الإنساني توضع إسرائيل في هذه النقطة؟ وهل من وازع لها لمنع استهداف المستشفيات وسرعة إدخال المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والجرحى؟ نعم، نحن كما قلت لك وأشرت في المداخلة أننا نتطلع إلى الرسالة الرسمية التي ستتقدم بها إسرائيل غدا إلى هيئة المحكمة العدل الدولية التي ستبدي التزامها الرسمي والكلي لعدم التعرض لما قامت به في السابق، أي الإبادة الجماعية. والمستشفيات ودور العبادة والمؤسسات الأممية وغيرها تقع ضمن هذا المنحة، يقع ضمن هذا المنحة، لأن هذه المؤسسات هي أيضا تخضع لبروتوكولات دولية، سيما بروتوكول اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي نصت بشكل واضح في بنودها من 18 ل 22 على وجوب حماية هذه المؤسسات من القصف، لأنها تأوي المدنيين ولا تأوي العسكريين. لذلك التزام إسرائيل هو على المحك ابتداء من غدا، وأيضا الدول هي أيضا على المحك من أجل مراقبة هذه الالتزامات إذا ما كانت صحيحة أم لا، وإذا لم تكن صحيحة أيضا هي على المحك من أجل أخذ الإجراءات القانونية الملائمة فيما بعد. لأنه نعم. أعتقد عدم احترام عندها الكيان الإسرائيلي لهذه الالتزامات سيوجب يعني ملحقات أخرى وسيوجب أخذ هذه الملفات إلى جهات متعددة. أشكرك شكرا جزيلا معالي السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. شكرا جزيلا لك.